مسابقة مركز حي المسفلة الرمضانية، رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. جوائز مسابقة مركز حي المسفلة الرمضانية برعاية مؤسسة أيوب للديكور والبناء. صحابي الليلة من أنصار المدينة، كان سنه يوم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة. أسلم مع أهله وبورك بدعوة الرسول له، لم يبرع كمجاهد فحسب، بل وكمثقف متنوع المزايا، فقد كان جامعا للقرآن الكريم ويكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هو هذا الصحابي الجليل؟